السلام عليكم. السمات الحضارية أو منظومة الأخلاق العامة للشخصية اليمنية هي جملة الأعراف والتراكمات القيمية لهذا الإنسان في هذا البلد. ظلت تلك القيم حاضرة في زمن السلم والحرب كجزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان اليمني ونفسيته أيضاً، غير أنها تعرضت للارتباك والاهتزاز في كل المراحل السوداء التي عاشتها البلاد، وكان للطغيان والاستبداد وحروب العصابات أثر بالغ الحجم والتأثير على تلك القيم وانحرافاتها. من بين تلك المفاهيم الحضارية ومنظومة الأخلاق العامة مسألة شرف الخصومة في زمن الحرب وحفظ الحقوق والممتلكات الخاصة والأعراض والأعراف المتعارف عليها اجتماعياً وسياسياً. لا فجور في الخصومة، ولا غدر ولا أذى للأسير، ولا قهر للسائل والشريد، لا غدر ولا اغتيال للخصوم خارج المواجهات الميدانية، ولا ثأر ولا مس للنساء والأطفال أو ما يسمى بالمواثيق الإنسانية حماية المدنيين من مخاطر الصراع. فيما كل ما سبق من قراءة وتأمل في السمات الحضارية والمنظومة القيمية والأخلاقية للشخصية اليمنية، يحق لنا أن نطرح التساؤلات التالية: هل لا تزال تلك السمات والقيم حاضرة أم تعرضت للاهتزاز والانحراف عن مسلكها النبيل؟ وهل الشخصية اليمنية الحضارية أمام اختبار حقيقي لمدى تماسك ورسوخ تلك المفاهيم الحضارية في الشخصية العامة للشعب؟ وهل الانقلاب الذي تم على الدولة والشرعية والنظام الجمهوري كان انقلاباً على السمات الحضارية للشخصية اليمنية أيضاً؟ وكيف بالإمكان استعادة تلك السمات والقيم الحضارية للشخصية اليمنية ومقاومة من يسعى إلى إسقاطها بالعمل على تجسيدها كمسلك نبيل للقوى الوطنية؟ في محاولة للإجابة على كل هذه الأسئلة ستكون حلقتنا لهذا اليوم من المساء اليمني، ولكن دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. من لقيوه نصعوه، من لقيوه رموه، من لقيوه خبطوه، من لقيوه شلوه، من لقيوه شلوه بيته. تمضي هذه المرأة بمواجعها لتسرد جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المواطنين. هذه الانتهاكات التي أصبحت هي الأعلى رصيدا إلى جانب ما تشنه من حرب. وبعدين قتلوا ابن خالبي عند المزرعة حقتها وشليناه نبغى ندفنه وما رضوا يخلونا ندفنه لا في الحوض حقنا ولا شيء، بعدين دفناه في مزرعة قات. منذ انقلاب الميليشيا على الدولة وقوانينها كان العام الأسوأ في عهد اليمنيين، إلا أن ما هو أسوأ من الانقلاب هو ما ارتكبته هذه الميليشيا من جرائم لم تحدث في تاريخ اليمنيين. كانت الانتهاكات ضد النساء هي الأعلى رصيداً وإن تنوعت بين التعرض والتحرش بهن في المنافذ والنقاط الأمنية التابعة لهم في تعز والاعتداء عليهن وصولاً إلى قنص النساء المارات في الشوارع. إذا رعت بيت علشان تقب على قتل بنات البيتنا بعدنا ما يمروح قنصنا ويمروح بيتنا قد مروح قد أنا ومقنصنا يعني إيش فعلة؟ هذه الجرائم تظهر كأرقام مفزعة في إحصائيات المستشفيات العاملة بتعز. يذهب البعض إلى قول إنه في كل خلافات اليمنيين ظلت سمات حضارية وأخلاقية بارزة وحاضرة لا تغيب ولا تتعرض للمس والأذى، منها أخلاقيات شرف الخصومة. فكيف هتكت الميليشيا كل الأعراف المتعارف عليها حتى في الخصومات؟ بدأت من الدخول إلى غرف نوم خصومهم والتقاط الصور على الأسرة ووضع الأسرى كدروع بشرية وصولا إلى انتهاك حرمة المنازل والمساجد. سعى الحوثيون لفرض سيطرتهم على البلاد سالكين الطرق الأقرب لتحقيق غاياتهم، فكان لهم ذلك عبر تدمير منظومة القيم المجتمعية التي شكلت السمات الحضارية والأخلاقية للشخصية اليمنية. ومع استمرار توسع انتهاكات التحالف الانقلابي للأعراف والتقاليد اليمنية بعد توسعهم وانتشارهم في أنحاء البلاد بقوة السلاح، يظل تأثير الانتهاكات على اليمنيين وثقافته الأخلاقية تهديداً سافراً بانهيارها. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة معنا هنا الكاتبة والمهتمة بالشؤون الثقافية والاجتماعية الأستاذة ثريا الشيباني. مساء الخير أستاذة ثريا. أستاذة ثريا، كما شاهدنا في التقرير عرض مجمل من الانتهاكات التي حدثت ربما خاصة للمرأة اليمنية التي تعيش الظروف الأسوأ أو التي تتحمل تبعات ما يحدث. بالطبع لكل شعب قيمه الحضارية ومنظومته الأخلاقية،
برأيك ما أهمية التأمل في مثل هذه الصفات والأخلاقيات العامة للشعب اليمني في مثل هذه الظروف؟ طبعا للتأمل فيما أوجدته الميليشيا من وضع مختلف تماما عما يعرفه اليمني في الداخل والخارج، يمكن أن نقول أننا أمام مفرق صعب جدا. فكل ما كان محرم وكل ما كان مدان لم يعد مدان ولم يعد محرم، سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للطفل أو كل مقدسات اليمنيين ومعتقداتهم ثقافيا دينيا سياسيا لم تعد لها أي قداسة. في فترة بسيطة جدا مرعبة هذه الفترة أن يحدث فيها كل هذا. نحن نتكلم عن عام وبضع أشهر، فكيف بإمكاننا أن نتعامل مع لمستقبل؟ فعندما علينا أن نقارن بمسؤولية بقدر عالي من المسؤولية. كيف أن هذه المقدسات انتهكت؟ كيف أن اختطاف النساء أصبح نعم هناك جرح أصبح يعني متقبل الأعراف والقوانين والأعراف أصبح الدولية. متقبل نعم. فمجرد أن تختطف النساء وفي ساعات متأخرة من الليل، هذا كان ممكن أن يحدث صدمة كبيرة من قبل، أما الآن فهو أمر متقبل. لو تذكرنا في 2011 اختطاف الطبيبات عمل ضجة كبيرة. هل يعد متقبل في الشارع اليمني أم أنه يعني هناك اجتراح لهذه الأعراف وربما يعني من الصعوبة بمكان تدارك مثل هذه المواقف؟ لا يمكن أن نقول أنه متقبل بقدر أنه تم الانحناء. تم انحناء المجتمع لهذه الأشياء التي هي مرفوضة، لكن المجتمع ينحني بحكم القوة وبحكم مدرك أن الموجود الآن هو الأقوى وبإمكانه أن يفعل أكثر، أن من فعل هذا سيفعل أكثر. تعتقد أستاذة ثري أن هذه النقطة يعني هي ما تخيف الناس، يعني من اجترح الأعراف التي اعتدنا عليها، من قام بقتل النساء بأخذ الأطفال وأسرهم، ممكن أن يقوم بما هو أبشع؟ لذلك يعني هم وصلوا إلى هذه المرحلة من البشاعة حتى يخيفوا من حولهم؟ ممكن جدا، لأن هناك عدم خجل وعدم اكتراث، سواء ممن يفعل او ممن يصمت. نعم هناك افراط في الوحشية. افراط في الوحشية لانه يعلم ان لن ينتقده احد، او قد يقارن، هناك من يقارن هذه الميليشيا بشيء لا تقارن به، وضعها في ميزان خطأ. طيب يعني برأيك يعني لما لن ينتقد؟ يعني ألا يوجد لديهم حتى، يعني نعرف نحن طبيعة المجتمع اليمني، هناك كبير لكل قبيلة، هناك كبير لكل يعني مردود هكذا يعيدنا للقيام الأعراف لكذا. يعني هذه الجماعة هل يصح لأن أقول لا كبيرة لها في مثل هذه المواقف؟ هذا إذا اعتبرنا الذي حصل بمجرد أن اجتيحت صنعاء، لكن في الحقيقة التآمر على القبيلة وأعراف القبيلة جذوره أقوى وأكبر من سنة أو سنتين. القبيلة فقدت موقفها أولا، وحينما كنا نطالب بأن تحل الدولة محل القبيلة وجدنا أن القبيلة غادرت مع الدولة. نعم. إذا اسمحي لنا أن ينضم إلينا الدكتور معن دماج، أستاذ الفلسفة أو مدرس الفلسفة في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أستاذ معن، يعني ونحن نناقش القيم الأخلاقية للمجتمع اليمني وللأعراف التي ربما يعني منعته من ارتكاب كثير من الأخطاء أو الجرائم إن صح لي القول، من وجهة نظرك كيف بالإمكان استعادة تلك السمات والقيم الأخلاقية التي كان يتحلى بها المجتمع اليمني، وربما يعني هناك من يقول أنها أيضا تعرضت هي للانقلاب والانحراف؟ والله المجتمع اليمني مثل كل المجتمعات العربية يمر بمرحلة انتقالية.
القيم التقليدية فقدت بنيتها الاجتماعية، وبالتالي هي تحضر في كلام الناس لكنها لم تعد تجد طريقها للتطبيق. والقيم الحديثة ما زالت سطحية جدا، فكل المجتمعات هذه بدرجة أو بأخرى تعاني من هذه المرحلة الانتقالية، وبالتالي تعاني من أزمة قيم بمعنى من المعاني. طبعا الحديث عن القيم اليمنية فيها أحيانا نوع من النزعة الربوية ولا الأيديولوجية. الواقع أن المجتمع اليمني مجتمع تقليدي جزئيا، وهذه التقليدية في طريقها للتفكك، وهذه بالتأكيد المرحلة لا تعكس فقط العلاقات المادية ولكن تعكس أيضا المسائل الأخلاقية والقيمية. وبالتالي هو لا أتصور أن الحديث عن الاستعادة ليس أمرا ممكنا. الحديث هو عن القيم الإنسانية والأخلاقية المشتركة، نعم، القائمة على الحرية وعلى العدالة وعلى الكرامة، وهذا مشترك إنساني، وكل مجتمع يعبر عن هذه القيم بطريقته وحسب مستوى تطوره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. نعم، لكن دكتور يعني هناك أعراف يعني كانت تمثل ربما قانونا غير مكتوبا لليمنيين، يعني عدم المساس بالمرأة، إذا مر الرجل ولديك ثأر وبجانبه امرأة فاتركه جانبا، الطفل لا يدخل في مثل هذه الأمور، الشيخ أيضا المسن الغير قادر على حبل السلاح لا يمكن أن يتجاوز، لكن الآن كسرت كل تلك المفاهيم، هل هذا وضع طبيعي وهل يمكن أن يعني إن مرت هذه الموجة أن يستعيد اليمنيون مثل هذه الأعراف؟ هو هذه الأعراف تنتمي بواقع الحال لبنية اجتماعية والثقافة. اليمنيين كانوا يعيشون على ما يمكن أن نسميه بقيمة الشرف أو عقيدة الشرف، وهي التي تعتبر أن المكانة الاجتماعية مربوطة بمجموعة من القيم أكثر من الحالة من الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي. هذا الأمر كان موجود وهو ما يزال موجود بالدرجة أو بأخرى، وهو ما يزال موجود في الواقع، لكن هناك أيضا حتى في الممارسة حتى في العهود القديمة كان هناك اختراقات لهذه المسألة. والمسألة الأخرى إذا كنا نتحدث عن واقع الصراع اليوم له علاقة بطبيعة هذه القوى التي تبدو قوى تقليدية مثل قوى الإمامة أو حتى القوى الإرهابية التي تدعي الانتساب للأصولية الإسلامية، استراتيجيتها قائمة على إثارة الذعر لمنع الطرف الآخر أو المجتمع أو الشعب من المقاومة. ما يقوم به الحوثيين أو القاعدة هو جوهري وليس مسألة ظرفية في ممارستهم، وليست لها مسألة علاقة بالقيم، لها علاقة باستراتيجية كاملة تريد أن تجعل المجتمع مذعورا وخائفا بحيث لا يبدي مقاومة، لأنها تعرف أن حجمها في المجتمع هو حجم أقلوي ولا تستطيع أن تحقق هيمنة أو سيادة ثقافية، وبالتالي تلجأ إلى أشكال متطرفة من العنف لأنه هو الوسيلة الوحيدة في تصوره التي تمكن من حكم المجتمع، لأن المجتمع في حالة رعب ومذعور ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وبالتالي هي المسألة ليست ظرفية أو نوع من الخلل في الأداء أو تجاوزات ميدانية، أنا أتصور أن المسألة مربوطة باستراتيجية سياسية لها علاقة بطبيعة وضع هذه القوة في المجتمع. هي قوى حتى وإن بدأت فعالة في العمل العسكري أو الميداني لكنها قوة تمثل شرائح هامشية وضعيفة، ووضعها في المجتمع مهدد. وأنا أتصور أنه أحد أسباب الانبعاث الدموي لبعض التكوينات التقليدية، كما نتحدث نحن عن مجتمع الإمامة، أحد الأسباب أن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تؤمن نشأة هذا المجتمع قد انتهت. من هنا نلاحظ هذه الشراسة في محاولة استعادة واقع مستحيل، وبالتالي هذا أيضا يفسر جزء من العنف المبالغ فيه ومحاولة طمس الآخر واجتثاثه من جذوره كما شاهدنا طوال السنوات الماضية. طيب برأيك دكتور معن يعني ما الدور الذي يجب على الإعلام القيام به لإسناد هذه القيم الحضارية يعني التي تمثل الشخصية اليمنية؟ والله أنا أتصور أن الوظيفة الأولى للإعلام أنه يصدع بالحقائق، وبالتالي أنا أتصور أنه الدور التربوي أو الدعاية للقيم ليست وظيفته. أول مهمة أنه يكون الناس صادقين وأن يكون عندهم تفسير حقيقي للي يحدث في الواقع. وحتى في الصراع اللي يحصل في اليمن محاولة طمس الفروقات بين التيارات المختلفة
وطبيعة الأزمة أو محاولة رميها على مسألة ظرفية أو مؤامرة أجنبية أو تدخل من هنا وهناك، ويلغي الأسباب الحقيقية والموضوعية للصراع وطبيعته، وأيضا طبيعة العلاقات المختلفة في المعسكرات المختلفة. يعني نعم. نحن في اليمن في الواقع أيضا لدينا حتى جرائم حرب، ولدينا اختراقات أيضا من القصف طيران التحالف. نعم. وبالتالي أنا أتصور أنه نقل الحقيقة كما هي وظيفة الإعلام، والتي تستند إلى قيم هي حديثة ولكنها قيم تمثل المشترك الإنساني الأخلاقي، هي قيم الحرية والعدل والصدق والمساواة. هذا كجوهر القيم الإنسانية المشتركة، والذي كل مجتمع يمثلها بطريقة. تصور أنه الإعلام إذا نقل الحقيقة فإنه يدافع عن القيم بالتأكيد. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور معن دماج، أستاذ الفلسفة في جامعة، مدرس الفلسفة في جامعة صنعاء. كنت معنا عبر الهاتف من تونس. أعود إليك أستاذة ثريا، يعني ربما اتفق معنا الدكتور معن في مسألة أن هناك يعني طبيعة لما يحدث لإثارة الذعر، هذا عمل جوهري ربما لديهم. لكن أسألك أستاذة ثريا، يعني هل يعني أو يعني هل نستطيع القول هنا الشخصية اليمنية أمام اختبار حقيقي لمحاولة التمسك يعني بهذه الأعراف وأيضا رسوخ تلك القيم الحضارية في الشخصية العامة للشعب؟ هذا الاختبار لم يكن الاختبار الأول الذي يخضع له الإنسان اليمني، فهو قد تعرض لظلم هذه السلالة من قبل ولفترة أطول، ونال منها ما نال منه منها هذه السلالة التي حكمتنا الأعوام وحولتنا إلى مجتمع بدائي، ولم كل ما قد يكون خطأ الإنسان اليمني أنه ينفض دائما الماضي ويبدأ من جديد. الفترة التي أخذها الإنسان اليمني ليتعافى مما أحدثته السلالة كما تماما مما يعانيها الآن لم تكن طويلة، وبالتالي فالإنسان اليمني قادر على التجاوز وقادر أن يعود كما كان أن يتعافى، شرط أن يناقض أن يكون صادق مع نفسه، أن ينتصر لإنسانيته بالدرجة الأولى. إذا انتصر لإنسانيته ولهويته التي تم التآمر عليها تماما، هو أهم أكبر ما تآمر ما تعرضت له اليمن هي التآمر على الهوية. أن نضع هذه الميليشيا في وضعها الحقيقي، فهي لا يمكن مقارنتها بأي طرف جانب آخر سياسي. طيب يعني أستاذ ثريا، هي حالة فريدة من نوعها، يجب أن تناقش كحالة فريدة من نوعها لأنها غريبة تسطو على كل الجوانب الحياتية. طيب يعني ولو تطرقنا لهذا الموضوع ربما سيكون شائك نوعا ما، هناك من يقول أن يعني هذه الحرب للأسف أخرجت أسوأ ما في اليمنيين، ليس فقط على مستوى تحركات الميليشيا السيئة التي اجترحت أعلى ما يمكن الحديث عنه وتحدثنا عن من كسر للأعراف اليمنية، لكسر هيبة ما اعتاد عليه الناس والقيم المجتمعية، هناك أيضا تفاصيل بسيطة للأسف ظهرت، الغش، الاحتيال، الاحتكار، يعني الناس في أشد حالات الجوع، ونجد من ينهب يعني المساعدات الخيرية. هناك جشع ظهر ربما لم نعتده من السابق. التراحم والتكافل صفة لزيمة باليمنيين. ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أنه هناك تزوير لوقائع واضحة وضوح الشمس. هناك من يدعي حصارا اقتصاديا على اليمن، بينما كل شيء يباع في السوق السوداء. كيف تدعي أن هناك حصار اقتصادي على اليمن وأنت ترى المنتجات بكميات كبيرة وتباع في السوق السوداء؟ ربما قبل ثورة 11 فبراير كنا نعزو ما وصلت إليه الإمامة إلى الجهل. الآن نحن أمام مشكلة أخرى، أن الجهل لم يكن هو المسبب الرئيسي لما وصلت إليه الإمامة. نجد من يساندها بشهادات دكتوراه،
ويلزمنا أن نصدق هذه الأكاذيب. هناك وصولهم في هذه الفترة القياسية سبب شرخ عند المواطن العادي أنهم أصحاب قوة وأنهم مسنودين، وبالتالي فإن مهادنتهم أفضل من مواجهتهم، وهذا ما أحدثه المجتمع الدولي. هذه هي جريمة المجتمع الدولي، هي ما أحدثت عند المواطن شعوره بعظمة هذه الجماعة، بأن لا يعلم أنها مسنودة. طيب دولية. يعني سنناقش أيضا هذا الموضوع مع الدكتورة نادية الكوكباني الأكاديمية الروائية عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير دكتورة نادية. دكتورة نادية هل تسمعينني؟ الصوت شوي مختلف لكن بحاول. تمام، ان شاء الله بالاستديو تنبهوا لهذه المشكله ويحاولوا، يعني وانا سارفع صوتي بقدر الممكن. دكتوره نادية، يعني كونك روائيه ومن النخبه، كيف تقرأين القيم الحضاريه الشخصيه اليمنيه على ضوء الواقع المعاش اليوم؟ شكرا آسيا. طبعا احنا لما نتكلم عن منظومة القيم في أي مجتمع من المجتمعات، لابد أن توجد عوامل تدعم هذه المنظومة، وأهم هذه العوامل هو العرف وما تم التوافق عليه من خلال المجتمع، وأيضا القانون أيضا من الفترات أصبح حامل لهذه القيم. نحن في ظل الحرب الدائرة في نعم دكتورة. دكتورة هل تسمعينني؟ فقدنا الاتصال، سنحاول التواصل بك مرة أخرى. دكتورة عودة إليك. ثريا، يعني برأيك ما هي أبرز المفاهيم الأخلاقية أن تحدثنا التي تم الانقلاب عليها من قبل هذه الميليشيا من وجهة نظرك؟ أولها وأبرزها نجدة الملهوف. كان يؤخذ علينا اليمنيين بأننا نعد السفن الإغاثة للعراق ونعد سفن إغاثة لغزة، واليوم نحن نحاصر تعز ونمنع عنها الماء والدواء والغذاء. اليوم المرأة في تعز في الدحي، لا يسمح لها أن تعود إلى المنزل حتى تطرح ما بحوزتها من أغذية أرادت أن تحملها إلى أطفالها. هذه كارثة. هذه كارثة. ليتنا نعود يعني ونستمر فيما كانوا يعتبروه. يعني لو اعتبرنا انهم، يعني انت يعني اجت التوصيف حين قلت هي حالة شاذة، يعني فريدة من نوعها، لا يمكن مقارنتها. لا يمكن، لا يمكن. ولكن يعني كيف نزعت الرحمة بهذه يعني هناك قسوة غير عادية أن تعمل، يعني نسمع حكاية أنا يعني للأمانة أستغرب وجودها في اليمن ومن يمنيين، أن تهان المرأة المسنة، أن تفتش المرأة العادية، يعني حتى على مستوى أن لا يحق لها إلا أن يعني تأخذ كيلو بالكيلو. اسمحي لنا فقط أن يعني عادت إلينا الدكتورة نادية، وأتمنى أن يكون الاتصال أكثر وضوحا. تفضلي دكتورة نادية. لا أعرف ما الذي التقطت فيه آسيا في من حديثي السابق. الآن الصوت واضح تماما. لكن ما أود أن أشير إليه بأنه منظومة الأخلاق هذه أصبحت بحاجة إلى أن يعود الناس إلى ما كان عليه. لا أستطيع أن أنكر بأن الظاهرة كانت موجودة من السابق، لكنها كانت عبارة عن حالات فردية. لكن الآن الحالات غياب الدولة العشوائية التي أصبحت فيها معظم المدن اليمنية، انتشار السلاح بشكل كبير، أصبحنا نعاني من 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 عدم الأمان، من أنه أي حد ممكن يتلفظ بألفاظ بذيئة دون أن تأذي أو حتى تؤشري له أو حتى تردي عليه. طوابير البترول مثلا بالنسبة في المحطات، كان هناك احترام للمرأة، لمكانة المرأة، لوجود المرأة. الآن كأن المحطات أصبحت حكرا على الرجال فقط، وأصبح وقوف المرأة في الطابور رغم أنها محترمة للطابور، أصبح يصير حفيظة معظم الرجال ويتلفظون بألفاظ لم أتخيل في يوم من الأيام أنه من الممكن أن أسمعها من في اليمن أو من شخصيات يمنية تجاه المرأة.
نعم دكتورة غادي، يعني مثل هذه القيم اليمنية التي ربما تعرضت لاجتياح وبروز ظواهر مثل هذه التي تتحدثين عنها، انعدام الأخلاق في التعامل، الغش، التزوير أيضا، هناك أيضا ما يستغرب يعني أن يعني يفترض أن الحرب يعني كانت تجعل اليمنيين أكثر تواؤما، أكثر مودة، أكثر رحمة، هل يعني من الحكاية ربما التي تعايشينها والتي تسمعينها أنت بالقرب أكثر منا، ما الذي وجدته بالضبط؟ طبعا لا نستطيع أن نعمم، وفي هذه الظواهر لابد أن يكون هناك من يستغل هذه الأوضاع، لكن الاستغلال أصبح بشكل كبير، وفي ذات الوقت قد نعلل لهؤلاء ضيق العيش وعدم الأمان وعدم توفر الأشياء أو السلع أو البترول أو الظروف الحياة المعيشية أيضا جعلت الناس في قلق وفي توتر دائم ورد فعل سريع دون امتصاص أي غضب كما كان يحدث في السابق. فهناك من يستغل وهناك من لا يتحمل، وبالتالي تصبح ردود الأفعال سريعة ومتوترة وقلقة، وهذا طبعا بيتفاقم يوم بعد يوم لأنه لازلنا كلما وقف الحرب كلما زادت هذه الحالة. نعم طيب دكتورة، ما دور المثقف برأيك يعني لتعزيز القيم الإنسانية لهذا الشعب الذي ينتمي لحضارة عريقة؟ صدقيني آسيا لو قلت لك بأنه لا أريد أن أقول بأني أعاني من إحباط، لكن أصبح دور المثقف ضئيل إن لم يكن معدوم، خاصة بعد أن سيّس موقفه بشكل كبير، أو بعض النخب سيّست موقفها وانحازت لطرف رد آخر، وأصبحت الثقافة مجرد طرف ضد طرف أو فعالية أو التعبير عن رأي، وفقدت دورها الحقيقي في السيطرة على هذه الحرب بقباحتها، في أن تكون طرفا يدعو للسلام، في أن تكون طرفا يدعو إلى إنهاء الحرب، في أن تكون حمامة سلام كما عهدنا الثقافة في كل العالم. المثقف المنحاز هو أسوأ المثقفين، وللأسف هذا ما بدأ ينتشر في الآونة الأخيرة، لكن أيضا هناك مقاومة ولو بشكل خفيف، لكنها كافية لأن تعبر عن رأيها وتقف لتكون شوكة ميزان على الأقل في هذه الظروف السيئة. نعم إذا شكرا جزيلا لك دكتورة نادية الأكاديمية والروائية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أستاذنك أستاذة ثريا وأيضا السادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل ثم نعود بعده للنقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذة ثريا. يعني استمعت معنا لحديث الدكتورة نادية، ربما يعني هي قالت هناك حالات، كان هناك حالات فردية ولكنها ظهرت بشكل غير عادي لاشتراح كثير من القيم، وربما حديث المرأة الذي ظهر معنا في الفلاش خير موصف لما يحدث الآن في اليمن. النساء يعني على كاهلها الكثير، هي من تدير شؤون المنزل، للأسف هي من تفقد عائلها، هي من تفقد ولدها. المرأة بشكل عام يعني ربما تمر بظروف اضطهاد سابقة، ولكن هذه الفترة ربما كانت المسألة أقسى بالنسبة للمرأة اليمنية. نعم المرأة الآن تتلقى ضربة قوية فيما يخص قضيتها. هل بإمكاننا أن نناصر المرأة التي اعتدت على المسيرات؟ أصبح الآن من الصعب أن تخرج المرأة لمناصرة المرأة، وهناك من لا زال في ذاكرته أن المرأة اعتدت على مسيرات نسائية ومسيرات رجالية، ودخلت إلى المنازل وفتشت البيوت ومسكت السلاح على رأس امرأة أخرى ونهبت ممتلكاتها من المنزل أمام أطفالها. فهل المرأة معنفة من الرجل؟ أصبحت أيضا معنفة الآن. المرأة أمام قضية أخرى، أن المرأة
إرهابية. نعم. المرأة تعاني من المرأة والرجل عانى من المرأة في مسيرته. لا طيب يعني هل يمكن أن نأخذها بمفهوم آخر أن الميليشيا يعني أيضا استخدمت المرأة كأداة من أدواتها القمعية؟ لا المرأة الميليشيا استخدمت المرأة والمرأة ساندت الميليشيا، فلنكون صادقين. نعم. ولكن هل يعني هناك كما تحدثتي حالات كثيرة لمثل هذا الذي ذكرتي يعني من اعتداءات ومن أعمال لم يعني لم نستهجنها لم تخطر على بال يعني نعم من المرأة اليمنية، ولكن في الطرف الآخر هناك نساء صح لي القول مجاهدات في منازلهن، هناك نساء تتحمل أعباء خيالية يعني فيما يحدث الآن تدبير أمور المنزل بأقل ما يمكن، الماء يعني تخرج لتعبئة الماء تخرج لتعبئة الغاز يعني في تعز ضربنا أروع الأمثلة، وهنا يعني يجتزن خطوط أو معبر الدحي كما يسمى، هي تعرف أنها ستتلقى الإهانة قد تتلقى الضرب وقد تقتل يعني ليس بعيدا عن الميليشيا، ولكنها لأجل من في المنزل تقوم بهذا العمل البطولي. المرأة جاهدت الميليشيا من خروجها من دماج، من اليوم الذي غادرت فيه منزلها مجبرة دون أن تسلط عليها الأضواء إطلاقا، دون أن يعتبر أي أحد أن هناك امرأة تغادر منزلها. تم التعامل مع المهجرين دماج على أنهم مجموعة من الرجال، لم تذكر المرأة في دماج، وكأن دماج رجال فقط، وكأنهم طلبة هكذا صوروا فعلا هكذا. يعني أنهم مجرد مقاتلين وتم إخراج دماج التصوير. فعلا لا يحق لنا كسيدات مجتمع مدني أن لا نلوم أنفسنا لأننا لم نناصر المرأة في دماج ثم نطالب أن نناصرها في محافظات أخرى. فلا بد من سجدة خجل قبلتها دماج في البداية، قبلتها المرأة في دماج، قبلتها المرأة في قبلتها الطفل هناك، لأن كقيم مجتمعية كان مبرر ما حدث في دماج هو وجود أجانب، اليمني الذي يعطي للأجنبي دائما الأولوية في كل شيء، الأجنبي أولا، الأجنبي ممكن سواق التاكسي ما يأخذش أجرة من الأجنبي بعكس كثير بعكس من بقية الجنسيات الأخرى. نعم. التي تستغل الأجنبي. الأجنبي يفضل أن يذهب إلى الطبيب، اليمني يذهب إلى الطبيب الأجنبي، لكن ما حدث هو تبرير. نعم. الحرب في دماج بوجود أجانب، هذه بحد ذاتها تهمة مدانة، وأين المشكلة؟ اليمني الذي لم يخرج الاحتلال. نعم. بقى الاحتلال بقايا الاحتلال الحبشي وبقايا الاحتلال العثماني وبقايا الاحتلال الفارسي إن صح التعبير، لم يجبروا على مغادرة البلاد وتم اعتبارهم يمنيين. نعم. فكيف لنا أن نبرر حرب لأنه هناك وجود أجانب يطلبون العلم لم يسوا محتلين؟ نعم. اسمحي لنا الدكتورة أستاذة ثريا أن ينضم إلينا في حوارنا الأستاذ هشام قاسم الناشط والكاتب من صنعاء عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ هشام. نور العافية أستاذ هشام. هناك الكثير من السمات الحضارية الحميرية للشخصية اليمنية من بينها الشهامة وشرف الخصومة في السلم والحرب أيضا، كيف تم الانقلاب أو كيف أثر الانقلاب على تلك السمات برأيك؟ أولا مساء الخير عليكم جميعا. والمسألة هذه هي مسألة دكاترة ما يعني نريد أن ندرسها كلما زاد حزننا وألمنا على ما آلف إليه الأمور في اليمن. الانقلاب لم يحصل في 21 سبتمبر 2014، الانقلاب حصل في القرن الثالث الهجري مع وصول الإمامة الغاشمة إلى بلدنا اليمن باسم الدين. اليمن دولة قديمة عمرها 4000 سنة أو آلاف السنين، دولة حميرية وتعاقبت الدولة من بعد الدولة الحميرية وبعد انهيارها، ومن ثم حصل لليمن أن كانت في لحظات معينة تابعة لدول العثمانيين الأيوبيين وإلى إلى إلى إلى, إلى الأشياء اللي تعرفها كلها. لكن الإرث الإمامي الذي وصل مع وصول الإمام الهادي الرشي إلى صعدة في القرن الثالث الهجري هو الذي أستطيع أقول أنه شوه تاريخ الأخلاق عند اليمنيين، وما حدث يعني أشياء مرعبة.
في الطابع الحاكم المستبد الذي خلقه الإمام الهادي الرشي وارتكابه لمجازر هي موجودة في أدبياتهم هم، أدبيات الإمام الزيدية موجود الجرائم التي قاموا بها خلال الألف العام الذي مضى. إذا حال أعراض الناس تدمير بيوتهم، تفجير سبي للنساء، تقطيع لأطراف الرهائن، قتل الرهائن، ووصلت أعلى مرحلة من الانحطاط الأخلاقي للحاكم الإمام في اليمن، وهي نظام الرهائن. نظام الرهائن هو أحد الأنظمة الإجرامية التي كانت الإمامة الزيدية تمارسها تجاه اليمنيين بكل عنف، أن يؤخذ أبناء المعارضين من أبناء القبائل أو من الشخصيات التي يخشى الإمام أن ربما تكون معارضة أو في فترة ما، ويساق طفل إلى سجن فيها داخل هذا السجن القتلة والمجرمين. هي أعلى مرحلة للاستبداد النفسي. الشعب اليمني شعب كريم بأخلاقه، شعب كريم بأخلاقه، شعب كريم حتى في حروبه. القبائل اليمنية لديها أعراف تنظم حتى مسألة الحروب. لا يجوز الحروب في الأسواق، ولا يجوز الحروب وأنت يعني لم يحصل في تاريخ اليمن أن حدث قتل داخل سوق أو حدث قتل لشخص مطلوب في قضية ثأر ولديه طفل أو امرأة في جواره. كل الشعب اليمني رتب نفسه خارج المسألة الإيمانية إلى أن أتى هذا الاستعمار الديني البغيض وشوه أخلاقنا تشويه كامل. هناك باحث أو كاتب بريطاني اسمه بولدريش كتب دراسة في قواعد السبعين، وهي قواعد هناك جزء من أبناء القبائل اليمنية كتبها وأسسها، قواعد تنظم حياة القبيلة من وإلى حتى مسألة الحيوان وكيف التعامل مع الحيوان وعدم الأذية موجودة في هذه القواعد. يعني نحن أمة يمنية حميرية لدينا أعرافنا وتقاليدنا ومتواجدة هذه التقاليد المتوارثة إلى أن جثم على صدورنا هذا المسمى الإمام الغاشم. طيب أستاذ هشام، يعني هل نعتبر أن الشخصية اليمنية الآن أمام اختبار أخلاقي كبير؟ والله أنت طرحتي السؤال المناسب وفي الوقت المناسب. نحن أمام لحظة يجب أن نستعد فيها هويتنا كيمنيين، لنا امتداد قديم في التاريخ. اللحظة الأولى كانت في سبتمبر 62، وهي لحظة إنسانية فارقة. تعامل اليمنيين مع هذا العدو الإمامي الغاشم الذي نكل بهم وبأبنائهم وسلبهم حقوقهم وحريتهم، تعاملوا معه بشكل راقي، تعاملوا معه بشكل جميل. مثل اليمنيين الآثام التي ارتكبها الهاشميون الإماميون في اليمن، وبمجرد مرور 7 أو 10 سنوات بالكثير عاد هؤلاء الهاشميون الإماميون ليكونوا جزء من اليمن واليمنيين، بل وترأسوا وتوزروا وأصبحوا سفراء وأصبحوا أمناء عموم أحزاب. تناسى اليمنيين جراحهم الكبيرة في سبيل أن هذه الشريحة التي جثمت على صدورنا هم جزء من اليمن. لكن يبدو وبعودة هذا الحوثي المتمرد البغيض، بمجرد عودته أعاد الثقافة ذاتها، ثقافة أجداده وأسلافه من الإمامة، أعاد لغة القتل والتدمير والتشريد. ارتكب في القائمة الواحدة والعجيمة في الألفية الحديثة، ارتكب أول جريمة حرب إبادة في التاريخ الحديث. تهجير أبناء دماج هي جريمة حرب إبادة، يجب أن يعاقب من ارتكبها ومن ساندها ومن ظلل وزيفها وجعل إخواننا في دماج قتلة. هم أبناء يمن وهم أبناء أرض وهم أكرم وأشرف من هؤلاء الإماميين المدعيين. نعم، طيب إذا تحدثنا لنحقق أولا الانتصار، سنحقق الانتصار، الانتصار سيتحقق، المقاومة ستنتصر، وسيكون هناك مبدأ الأكاب والثواب، وستعود الأخلاق اليمنية لتسود المجتمع اليمني بإذن الله. نعم. كل الشوائب التي زرعها الإماميون سيتم إزالتها بإذن الله، تحتاج عمل وتحتاج شغل من شرائح كثيرة داخل البلاد. نعم، إذا ما تحدثنا الدكتور أستاذ هشام يعني عن القيم المعبرة عن التطلعات الجمهورية، من بينها أيضا مكافحة العنصرية، إزالة الفوارق بين الطبقات، هل أسهمت الميليشيا في تجريف تلك القيم؟ والله كلامك أنبياء اليوم الأسئلة حقك مستنيرة وستحتاج قليل وقت لتوفر لنا الفرصة الشباب. إنما النظام الجمهوري أتى ليغسل رجف 1000 عام من الاستبداد الديني السلالي القائم على فكرة النسب النقي والأحقية بالحكم، وهذا المعايير هذه شكلت
يعني فساد أخلاقي في كل معطيات الحياة. النظام الجمهوري جاء برجل من أبناء الشعب اليمني، ابن فلاح، ليس ابن نسب ولا ابن نواهم ولا هو ابن جيش، أتت بالرئيس عبد الله السلال كأول رئيس يمني يحكم الأرض اليمنية منذ مجيء الإمام الباقر. تم فعلا إزالة الفوائق والطبقات، ونعرف تمام المعرفة بأن بعد الجمهورية هناك ناس كانوا من شرائح تعمدت الإمامة أن تسيء إليها باعتبارهم أصحاب حرفة حلاقين ومزاين كانت تطلق عليهم وتجعلهم خارج الهامش الاجتماعي. جعلت من أبناء هذه الشريعة قادة ورؤساء أركان ووزراء، دلالة على أن الثقافة الجمهورية تجاوزت هذه الأمراض الإمامية. عندما عاد الإمام السيد الحوثي وللأسف حدثت ردة بعدها المخلوع علي صالح وكرس الثقافة الإمامية بشكل قبيح عبر قنوات الجمهورية وعبر قنوات الدولة، عادت خلال أقل من سنة لتحتل كل نواحي حياة المجتمع اليمني. نحن نرى الآن، أنت تعلمين أنه في مناطق هنا في صنعاء الشباب مكوكبان تم تفصيل دواوين المقيل بشكل طبقي، ثلاث مراتب. المرتبة العليا للسيد والتي بعد هذه القاضي، ومن ثم القبيلي، ومن ثم بقية القوم. اسمح لي أستاذ هشام، يعني نعم هذا الموضوع يطول الحديث فيه، ربما سنخصص له حلقات أخرى، للأسف يداهمني الوقت. شكرا جزيلا لك أستاذ هشام قاسم الناشط والكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة أخيرة لك أستاذ سورية، برأيك كيف ينبغي للشخصية اليمنية والمشروع الجمهوري أيضا الذي تحدث عنه الأستاذ هشام أن يعمل على استعادة عافية القيم الحضارية التي كانت هدف منشود وللأسف تعرضت للتشوه؟ التعافي سيكون عن طريق الدمج وعن طريق معرفة الحقيقة. على اليمني أن يعرف ماذا كان يملك قبل الإمامة في القرن العشرين، وماذا كان يملك بعدها، وماذا أصبح بعد الإمامة في القرن العشرين، كي يعلم ماذا كان ينتظره في القرن الواحد والعشرين. هنا لا يعرف اليمني أنه كان لديه سكة حديدية قبل الإمامة، لا يعرف أنه كان هناك كلية للبنات، أنه كان هناك مجلس تشريعي، كلها انتهت في فترة تعتبر بسيطة جدا. تعرض الوطن العربي بكافته للاستعمار، لكن لم ينكل إلا بشمال اليمن، لم تفقد كل يعني كل ما يمكن أن يرتبط بالحياة. نعم، أضيف لتلك البلدان من الاستعمار ربما العلم والتطور. نعم، في الشمال يعني حصر كما أضاف الاستعمار العثماني لكل على الأقل لشمال اليمن. لو لم يحدث ما حدث خلال هذا العام لاعتبرت هذا ضرب من الخيال، أنه كان لدينا سكة حديد، وأنه لكن في خلال سنة النساء كيف أعادنا إلى ما وراء التاريخ. الآن ممكن أتقبل هذا وأعتبره جائز جدا، يعني في خلال وأن سنة هذا ينتظرنا. أنه خلال سنة استطاعوا أن يعني يقضوا على سنة أخرى، ممكن إحنا نضطر تعود الكتان والجدري وكل شيء، كل شيء جائز ما دام خلال سنة عدنا للحطب والقطرنا بالأخضر. إنما لا يمكن أن نقصي أحد أو ننهي أحد، علينا التعايش والصحوة، يجب أن نتعايش مع الجميع، يجب أن يعرف اليمنيين أن بإمكانهم أن يصنعوا حياة إذا ما أرادوا، إذا دخلت الفنون في المعترك في هذا المعترك القادم من صناعة الدولة أن تهذب الشخصية اليمنية. وعندما يعود الجميع ليعملوا مسرحية، فهم سيدركون أنهم بإمكانهم أن يصنعوا دولة صغيرة، بإمكانهم أن يصنعوا وطن. إذا رسموا، إذا عملوا معرض صور، سيكتشفوا أن بإمكانهم أن يتأقلموا إذا كونوا. وأنت تبدأ هذه الأمور أيها منذ يعني طفولة الشخص من واقعنا إحنا كمؤسسات ثقافية. الفنون هي الحل للقادم، يجب أن نكون على قدر عالي من المسؤولية في التعامل مع هذا الجانب. إذن شكرا جزيلا لك الكاتبة ثريا الشيباني، كنت معنا ضيفة في المساء اليمني لهذا اليوم. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.